الفنان جورج وسوف كان على موعد مع جمهوره في كندا، وكان هيحيي هناك 4 حفلات في أماكن مختلفة للجاليات العربية. وفجأة أعلن جورج وسوف عن إلغاء الحفلات في كندا، والجمهور زعل منه جدا، وخاصة بعد ما انتشرت أخبار أكدت إنه لغى الحفلات بسبب الفيزا وإجراءات السفر. لكن جورج وسوف حب يبين الحقيقة للجمهور، وقال إن كل الكلام اللي اتنشر ده غلط، وإنه غير مسؤول عن إلغاء الحفلات في كندا، والمسؤول هو منظم الحفل. وقال جورج وسوف إن منظم الحفلات يوسف حرب هو اللي لغى الحفلات فجأة وقال له مفيش حجوزات كافية. واعتذر جورج وسوف لجمهوره ووضح حقيقة الموضوع من خلال فيديو نشره على صفحته في فيسبوك. أنا كنت رحت على دبي، كنت قاعد بدبي، بدي روح من دبي تورونتو، بدي روح من تورونتو بالسيارة على مونتريال. أوكي، بيجي تليفون من يوسف حرب اللي كنا له كل المحبة، اللي هو يعني بلش مشواره الفني، كنت أنا حده. فجأة بقول لي يمان، هو بقول لي يمان، باليمان أنا بدي ألغي حفلة كندا لأنه ما علي حجوزات، أوكي من أجلهم بعدين نعملهم بأمريكا. أنا كيف في يعني وصار طبعا اللي بحبوني بيعرفوا أنا كيف. قلت له يوسف لا هذا منه حكي، لأنه أنا حاكي على صفحتي وقلت لحبايبي إني أنا جاي على كندا، عندي 4 حفلات اللي ب 13 14 ب 2021 اللي هن مونتريال، وينزر، اوتاوا، تورونتو. الحقيقة مش جورج وسوف اللي اتعرض لإلغاء حفلاته لوحده، لكن كمان عانى كتير من المطربين من نفس الموضوع، خاصة لأن المتحكم الأول في الحفلات في الخارج بيكون المنظم. وتعرض الفنان إيهاب توفيق في الأيام اللي فاتت لنفس الموقف اللي اتعرض له جورج وسوف. وكان إيهاب توفيق متفق على إحياء حفلة في لوس أنجلوس بأمريكا يوم 25 مايو الجاري، لكن تم إلغائها فجأة، ولحد دلوقتي السبب مش معروف.